شرفني في الاستوديو دكتور ابراهيم داوود مدير تحرير جريده الكره والملاعب. يا دكتور منورنا ومشرفنا. بسعد بيك دايما باللقاء معاك يا امير. انا اسعد طبعا. بسعد في وجودي في بيتي طبعا. اكيد منور ومشرف دايما وبنسعد اكيد بتواجد حضرتك ربنا معنا. بطوله شغاله والدنيا ماشيه بشكل كويس، مباريات اكيد قويه، نتائج مختلفه، رؤيتك وتقييمك للبطوله من الجانب الفني بالتحديد حتى الان. حتى الان البطوله لم تكشف عن كل اسرارها. تمام. صحيح في مؤشرات ظهرت في بعد انتهاء الجولتين يمكن صنفتها انا على اربع كاتيجوري. تمام. الكاتيجوري الاولاني اللي هو اصحاب المستوى المرتفع والثابت، ودي لقينا فيهم الجزائر والمغرب. كويس. باداء فعلا. جيد فعلا. وبنتائج جيده فعلا. هنلاقي في فرق مستويات متوسطه وللاسف بيتصدر هذا منتخب مصر، يليه منتخب نيجيريا، منتخب السنغال، منتخب أوغندا، منتخب الكاميرون، كوت ديفوار، غانا، تونس، جنوب أفريقيا وأنجولا. هنلاقي في فرق حققت مفاجآت وغير متوقعة سواء على من ناحية النتائج أو من ناحية الأداء زي مدغشقر مثلا. بمناسبة مدغشقر خلينا نقول النتائج حتى الآن في المجموعة الثانية، مباراة مدغشقر ونيجيريا الشوط الأول خلص 1-0 مدغشقر، فمفاجأة كبيرة جدا، وبالنتيجة دي لو خلصت كده المباراة هيبقى هم أول مجموعة ونيجيريا تاني، وغينيا متقدمة على بروندي بنتيجة 1-0 كده، غينيا هتبقى من ضمن أفضل أربع توالد هيتأهلوا للدور المقبل. ف 1-0 حتى الآن لغينيا، الشوط الأول خلص وهيبتدي خلاص الشوط التاني خلال بمناسبة مدغشقر. إذا انتهت النتيجة دي بالتعادل أو بفوز مدغشقر أنا هتبقى احتلت في الثلاث جولات لقب الحصان الاسود للدور الاول، فهتبقى مدغشقر هي صاحبه هذا اللقب بلا منازع. عندنا فرق تانية زي غينيا مثلا هي متقدمه الان على بروندي، اذا نجحت في ان هي تصل بالنهايه هتبقى احد الفرق المرشحه للتاهل للدور الثاني، وكانت من الفرق غير المرشحه. تمام. عندنا منتخب من ناحيه النتائج والاداء برضو مالي من منتخبات كويسه جدا وجيده. ليه؟ لان مالي في السنوات الاخيره مش هي مالي بتاعت زمان، فاحنا بنقول ان مالي بتستعيد موقعها الطبيعي. عندنا في فرق حققت على صعيد النتائج نتائج كويسه في الجولتين زي كينيا وزي بنين، وفي فرق حققت على صعيد الاداء ولكن لم تحقق على صعيد النتائج، برضو ادائها كان مفاجاه لينا زي موريتانيا اللي هي المشاركه الاولى بالنسبه لها، وزيمبابوي. زيمبابوي قدمت معنا مباراه جيده جدا ثم مباراه غايه في الروعه قدام اوغندا. في بقى مستويات ضعيفة دي كانت واضحة جدا للعيان. يمكن المفاجأة في المستويات الضعيفة على رأسهم كان الكونغو الديمقراطية، كان متوقع منها ان هي تقدم مستوى أفضل من كده. أفضل من كده. عندنا في نفس المستوى كان غينيا بيساو وناميبيا وبوروندي وتنزانيا. بوروندي لو خلصت المباراة الثالثة كده هتبقى بلا رصيد في الثلاث جولات، وهتبقى أسوأ أو أضعف فريق في الجولة في الدور الأول كله في البطولة. يعني في البطوله محصله الجولتين يمكن ان النهارده احنا بنقول ان من سنه 57 ولحد النهارده اول يعني هتحقق رقم قياسي لاول مره يحصل في تاريخ البطولات. لا مش عدد الاهداف، عدد المباريات. عدد المباريات في اخر منذ اتساع البطوله ل 16 فريق، من 12 فريق ل 16 فريق. كانوا 8 12 16 وحتى بطوله النسخه الماضيه في الجابون واللي احرزتها الكاميرون هنلاقي ان كانت مباراه الدور الاول بتشهد 24 مباراه. تمام. النهارده تحطم هذا الرقم لما اتلعبت المباراتين اللي هم بيتلعبوا واحنا او الشوط الثاني هيبدا حالا يعني او بدا، هنلاقي ان احنا وصلنا ل 26 مباراه. طبعا الرقم ده هينتهي بنهايه الدور الاول هيرتفع ل 36 مباراة. وهو مقارنة ب 24 يعني في 12 مباراة زيادة بلس الأربع مباريات بتوع الدور ال 16، يعني عندنا 16 مباراة زيادة في البطولة دي. تمام. طيب فنيا شايف إن البطولة جيدة ولا لسه شوية الأدوار المقبلة هنشوف أداء فني أفضل وأكبر من المنتخبات المشاركة؟ الظاهرة اللي تحدد لك المسار إذا كانت البطولة دي مرتفعة فنيا أم عادية أم ضعيفة هي ظاهرة المعدل التهديفي في البطولة. تمام. برغم ارتفاع العدد الكبير ل 24 منتخب لأول مرة إلا أننا بنلاقي إن الجولتين شهدوا 43 هدف. 43 هدف لما نحسبهم على عدد المباريات اللي هي أقيمت 24 مباراة في الجولتين هنلاقي إن معدل التهديف 1.79
في المباراة الواحدة. قليل. وده يعني قليل. معدل ضعيف جدا جدا. لا خاصة لما بنشوف آخر أربع بطولات هلاقي إن المعدل كان بيتراوح ما بين 2.1 و 2.3. طيب. يبقى في تراجع في المعدل. ونزلت الأهداف، غينيا جابت الهدف الثاني دلوقتي أمام بروندي، فغينيا كده بتضمن خلاص أعتقد. تضمن الصعود على الأقل كأفضل أربع توالي. بالظبط كده. وبتؤكد وبترسخ أن بروندي هو الفريق الأسوأ في الدور الأول. بالظبط. الظاهرة الثانية ان ارتفاع معدل الخطط الدفاعية اللي موجودة في البطولة، يعني هي بطولة دفاعية. الظاهرة الثالثة هي ظاهرة إضاعة الأهداف. احنا شفنا كتير في مباريات كتيرة من مباراة الكاميرون وغانا امبارح أهداف كتير قوي ضايعة. مباراة زيمبابوي وأوغندا ضاع منها أهداف بمنتهى الغرابة يعني. مباراة كثيرة يعني هي الظاهرتين، ضعف التهديف، ازدياد الخطط الدفاعية، وزي ما بنقول الـ 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 كمان الـ 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 عدد المباريات. لا مش عدد المباريات، ان احنا بنبص ان 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 فريق يشارك في البطولة ولا يحرز اي اهداف. ودي الحالة دي بنلاقيها في حالة كونغو الديمقراطية. طب انت جاي تشارك في البطولة ليه وانت حتى مش بتحاول ان ونامبيا. انت نامبيا حتى الان ما احرزتش اهداف، عندهم مباراة اخيرة، مباراة اخيرة بكرة يعني برضه هنشوف. لكن فريق بحجم كونغو الديمقراطية طبعاً. بحجم تاريخ كونغو الديمقراطية المفروض ان هو يكون مسجل اهداف اكتر. بروندي اعتقد ما جابتش يا جماعة اهداف برضه. اعتقد يعني بروندي ما جابتش اهداف برضه. اعتقد بالنسبة لبروندي، نبص على بروندي كده هنلاقيها ان هي ما سجلتش ولا هدف. زيها زي الكونغو الديمقراطية بالظبط. هو بتعمق جراحها بهدفين تاني من غينيا يعني. طيب النهارده مفيش هدفين كمان يعني. احنا بنتكلم انا بنتكلم على ان ثلاث لاعبين اللي هم ميكيل بوتيه من بنين، وايمانويل كوي من اوغندا، ومايكل اولونجو من كينيا، الاثنين برصيد هدفين يعني. هدفين بس ده على خلاص احنا قطعنا الشريط او قصينا شريط الجوله الثالثه. بالظبط. طيب نتكلم عن مباراه مصر النهارده امام اوغندا ومدى اهميه هذه المباراه. احنا عارفينها طبعا الاهميه بتكمن في انك لازم تصعد اول مجموعه عشان تتجنب مواجهه المنتخبات الثقيله والقويه يعني. شايف المباراه النهارده ازاي؟ وهل تتوقع ان يكون في تعديلات في التشكيل من مستر اجيري ولا لا؟ المهم انا هخش المباراه ازاي كحسابات للجهاز الفني. حلو. انا شايف ان انا غامر واعمل ريسك ولا اتحفظ. طيب انا هتحفظ، هلعب على النقطه، هضمن صداره المجموعه، فلا داعي للمجازفه. كويس. طيب. لا داعي للمجازفه. ففي الحاله دي انا هلعب باطار تحفظي مع قدام فريق طامح. تصريحات الجهاز الفني، تصريحات اللاعبين، دي صبر اللي عارف معظم اللاعبين المصريين طبعا. بحكم مدير فني الاسماعيلي يعني. بحكم انه كان مدير فني الاسماعيلي، وكمان تصريحاته بقت استفزازيه في الساعات الاخيره يعني. قال حاجه ثانيه؟ يعني هو بيتحدى منتخب مصر، بيقول ان هو قادر على الفوز عليه، بيقول ان منتخب مصر سيء للغايه، وان هو لم يكن يتوقع احنا اللي ادينا فرصه بصراحه. احنا اللي ادينا فرصه. الحقيقه مصر او منتخب مصر النهارده لو استطاع انه يحقق الفوز هيبقى حقق العلامه الكامله. بس هتفرق باني اداء. بالظبط. هل يا اجيري او يا جيري انت استطعت ان انت تحط حل تاني للشوط التاني؟ قبل ما اتكلم على اجيري، مدغشقر جابت الهدف التاني في نيجيريا. دي بقى مفاجاه مدويه. انا اعتقد ان دي مفاجاه البطوله. طبعا طبعا مفاجاه البطوله. نيجيريا 2-0 مفاجاه البطوله. اول مره فريق او منتخب ده يشارك في البطوله اصلا يعني. سر باتع احمد. ونيجيريا كمان من ضمن المرشحين بعد الاول مباراتين فازوا فيهم كمان يعني. والمنتخب طبعا ليه تاريخ كبير في البطوله. طب سؤال، هو ليه بدري جسامه حكم الماتش ده بالذات؟ نسأل مين؟ نسأل أحمد ولا نسأل رئيس لجنة الحكام؟ أحمد بالمناسبة بلده مدغشقر يعني برضه، هو عشان يبقى الكلام واضح. فبيحضر اللقاء وجاب له بدري جسام. بيحضر اللقاء موجود حينما تجد حقه يحضر ويشجع يعني. حينما تجد حاجة تمس الكاف تجد بدري جسام بالتأكيد يعني. فما بالك برئيس الكاف. طيب والله كلمة أو جملة فيها رسائل كتير جدا يعني اللي ياخد باله. اتفضل يا دكتور. فالقصة زي ما قلت لحضرتك كده سريعا، احنا داخلين الماتش ده ازاي؟ احنا داخلين متحفزين ولا داخلين احنا عارفين كويس قوي ان احنا لازم نوجه بقى المسج بقى في الجولة الثالثة بقى؟ خلاص بقى تأخرنا شوية فهنستطيع ان احنا نوصل المسج ده ولا لا؟ عندنا امكانيات ان احنا نوصل المسج ده ولا لا؟ عندنا. نقدر ازاي؟ كويس. ان انت تلعب لعبك البسيط السهل، تستغل العنصر الجمهور،
الميكانيزم بتاع الفريق بقى محتاج يتظبط. الحته الفرديه اللي شفناها من محمد صلاح ان هو كانت في اول ماتش بس صراحه يعني. واعتقد ان هي برضو ما زالت طاغيه في الماتش الثاني باستثناء الهدف اللي هو ان هو سجله. لكن انا شايف ان هو لو اتغيرت دي وبقى المكون ان كله بيلعب لصالح منتخب مصر وصالح اداء منتخب مصر وبعدت الحته الفرديه شويه، اعتقد ان احنا نكون قادرين نحقق فوز سهل. بس يا دكتور برضو عايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا ما كناش عارفين نواصي 5 باصات مع بعض ورا بعض ليه؟ يعني ليه النقطه دي واضحه سلبيه جدا في منتخب مصر الماتشين واضح ان الاعداد البدني مش مكتمل. اعداد بدني طبعا. ما انت لما تكون بدنيا مش مكتمل هتبقى ذهنيا مش مكتمل، هتبقى كمان قدرتك على الميس باس، ما هو الميس باس بيظهر من ايه؟ ان انت لياقتك الذهنيه مش حاضره او متوافقه عصبيا وعضليا مع لياقتك البدنيه. طب ما هو ممكن يكون اجهاد بدني بقى مش اعداد بدني، لان يعني كده كده الموسم اصلا يعتبر في مصر لسه ما خلصش، فاللاعبين يعني موجودين وبدنيا واقفين على في المعسكر التحضيري اللي استمر 15 يوم المفروض ان انت بتنزل بالمعدلات بالمعدل البدني وتحافظ عشان ما تحصلش اجهاد، وان انت تعد لعيبتك بدنيا لبطوله زي دي المفروض ان انت هتخوض فيها، المفروض ان انت مرشح للنهائي طبعا، هتخوض فيها 7 مباريات في مده اقل من 4 اسابيع. طب انا اقل من 4 اسابيع واخوض 7 مباريات، انا لازم اكون معد بدنيا اعداد سليم جدا. طيب دي ظاهره استمرت في المباراتين، ظاهره الميس باس. هل اجري النهارده لو نجح في ان هو يعالج القصه بتاعت الميس باص يبقى في تعديل في المعدل الاداء بالنسبه للاعبين؟ طيب حل الشوط الثاني اللي احنا بنشوف فيه الكيرف البدني بينزل، اذا استطاع ان هو يلاقي حل في الشوط الثاني لاداء اللاعبين، اعتقد ان احنا هنقدر نحكم كلنا وانت معانا ان الاداء حصل له اختلاف عن ذي قبل. طيب الحاجه الثالثه اللي هي الوصول الى المرمى او القدره على صنع فرصه تهديفيه، هل ده هيتغير في مباراه الليله؟ هنقدر نحكم من خلالها ان الاداء اتغير. دول المؤشرات الثلاثه اللي نقدر اقول ان اجري دخل هذا اللقاء لعب من اجل اللعب التجاري تمام، يعني على قد النقطه على قد الصداره وعلى قد الحيز ده، ولا هو داخل يوصل في هذا اللقاء الرساله التي لم ينجح في ان هو يوصلها الاهم في بقى ايه؟ ان هو يوصل الرساله ولا يلعب لعب تجاري؟ لو انا مكانه لو انا مكانه بعقليه اجري اللي شفناها في المباراتين الاولى والثانيه، اعتقد انه هيلعب لعب تجاري. اعتقد انه هيلعب لعب تجاري، هيلعب على المضمون خالص. طب ده هيخلينا نروح لنقطه مهمه بقى، اللي هيخليه يلعب لعب تجاري هل ده سبب ان ما عندوش البدائل الكافيه في دكه المدرب؟ هو اللي اختار، هنقدر نقول هو اللي اختار، هو اللي حط 23 لاعب بنفسه. ما حدش قال له اختار فلان وما تختارش فلان، كان عنده قماشه اوسع كتير، هو اللي حكم ان هو يختار من دول، فهو اختياره في الاول، هو المسؤول الاول والاخير عنه. لكن القصه بمكان دلوقتي يا عم اجري، انت دلوقتي مش حاسس ان الجماهير مش راضيه بنسبه 100% في الشوارع في البيوت في على القهاوي في كل حته، مش راضيه الرضا الكامل عن اداء منتخبنا. طيب الازمه اللي اثيرت حوالين عمرو ورده بغض النظر من المخطئ ومن المصيب، ليه القرار طلع وليه القرار تم التراجع فيه؟ تم التراجع عنه، لو كان هو صح من الاول تم تكمل عليه، ولو كان هو غلط من الاول ما تطلع تقول انا كنت غلط من الاول. طب ليه قلت ان هو مستمر في ايقافه حتى الدور الاول؟ ده كل ده بيعمل اعتقد هذا في الفريق تشتيت. حتى لو عاد طبعا في بدلك في موضوع اصابه جنش قصه يعني عمرو، يعني خلاص دي قصه وخلصت، واحنا بننسى كلنا منتخب طبعا دلوقتي، وده الاهم يعني، خلاص دي صفحه واتقفلت وكله مركز وتركيز كل المصريين منصب على كيفيه الفوز في اي مباراه ان شاء الله ياخدها المنتخب. انا باخد منها الجانب اللي انا ان هو لو انت مش هتشارك النهارده يا عمرو ورده في المباراه دي، احنا ان شاء الله في دور ال 16 اي مكان الفريق اللي هنواجهه، مش انت مرشح ان انت تشارك؟ هل انت حسبتها كويس ان انت هتخلي عمرو ورده يشارك في مباراه زي دي بناء على اللي حصل قبل كده؟ هي دي ده السؤال. اقول لحضرتك على حاجه، هو ممكن يكون التراجع بسبب عدم وجود بديل في المنتخب برضه، هنرجع لنفس الجزئيه ان انت ما عندكش تقريبا غير عمرو ورده ده اول بديل. الله يرحمك يا مستر، الله يرحمك يا مستر، كان حسام حسن بجلال حسام حسن وبقوته وبعظمته حسام حسن بس ده مشى فريق بالكامل في سنه 85 ده فريق بالكامل، والماتش الشهير 3-2 مع الزمالك. ها يعني اقصد اقول لك عمر الاهلي ما وقف على لعيب طبعا وعمر المنتخب ما هيقف على لعيب برضو، ان المنتخب عمره ما هيقف على لعيب يعني ايا كان، ان شاء الله باذن الله بنساند ورده وبنساند المنتخب وعناصر المنتخب كلهم. امنياتنا القلبيه ان هو على الاقل النتيجه،
النتيجه ان لم تدرك ما لا يترك كله لا ما لا يدرك كله لا يترك كله. لو ما حققناش الاداء الكويس النهارده على الاقل نحافظ على النتيجه. مسانده كل مسانده لكل لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني. طيب العناصر اللي ممكن يغير فيها أجيري من وجهه نظرك ممكن يكون مين او الافضل يبقى مين؟ النهارده بالنسبه للطرفين اللي هم صلاح وتريزيجيه مفيش اروع من كده، يعني هم دول النقطتين المضيئتين في اداء منتخبنا لحد دلوقتي. وطارق حامد وان بدا مجهدا في المباراه اللي فاتت بالتحديد بالتحديد هل حصل له ريكفري، هل حصل له استشفاء، هل حصل له الله اعلم. قفل الطرفين بالنسبه للدفاع دي نقطه سلبيه اتمنى ان احنا نكون تداركناها النهارده. حته تطهير الظاهرين يمين وشمال دي ليها تداعيات لو انت الفرقه اللي قدامك بتجيد الهجمه المرتده، فاحنا محتاجين ان احنا نتداركها. هل هو هيقفلها؟ ده ممكن ما يبقاش عدل في الاسماء، لكن عدل في الاداء او في واجبات المركز نفسه اللعب. او في طريقه اللعب. بالنسبه لوسط الملعب في مؤشرات ان ممكن دونجا يكون بديل للنني، اعتقد ده يمكن ربما يكون المركز بسبب الانذار عند النني، يعني عشان ما ياخدش انذار تاني وما يغيب عن المباراه اللي جايه. طارق عبد الله السعيد من اول البطوله وهو خارج البطوله ومع ذلك هو ما زال مصر عليه، انا مش عارف ليه. يعني هنرجع لنفس النقطه برضه يا دكتور، مين البديل لعبد الله طيب النهارده في المنتخب؟ هو عمرو ورده وموقوف بس. كان عندنا قماشه نقدر نختار منها قبل البطوله بالكتير، بس خلاص احنا دخلنا في البطوله. ما نقدرش نبكي على اللبن المسكوب، لكن على الاقل هل هو هيعتمد على 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 بديل لعبد الله السعيد ولا هيصر على عبد الله السعيد النهارده؟ اعتقد ان هو هيصر على عبد الله السعيد نجيب من الاخر، يعني مفيش خيارات اخرى. الهجوم انا اعتقد ان اللي ما زال راكز من الثلاثه برغم ان هو ما سجلش اهداف لحد النهارده هو مروان محسن، يليه احمد علي، يليه كوكا. مع ذلك انا شفت ان كوكا هو اللي بيبقى البديل لمروان محسن ولم يثبت اي فعاليه على الاطلاق. ربما يكون احمد علي له فرصه في الجزء الثاني في مباراه النهارده. طيب مطلوب ايه من المنتخب من مستر اجيري من لاعبين في مباراه النهارده بخلاف طبعا الاداء الجيد والنتيجه؟ يفرحوا جمهورهم ان هم يبسطوه ويرضوه ان البطوله بتتلعب على ارض مصر، ان 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 حرام الملايين دي كلها انها ما تبقاش مبسوطه. ده الحمل، ده الواجب اللي مطلوب منهم. في نفس الوقت مطلوب ان انا اوصل رساله بقى للفرق المنافسه، لازم تبتدي تخاف مني، مش هتخاف من الجمهور بس، تمام، ما لازم تخاف من اداء اللاعبين جوه الملعب. هل نجاح البطوله تنظيميا مرتبط بفوز مصر ببطوله الامم الافريقيه؟ لا على الاطلاق، احنا شفنا دول كتير نجحت. بيدعم النجاح فوز منتخب مصر بيدعم نجاح البطوله؟ هو بيدعمها من الناحيه الجماهيريه. واللي احنا بنلاقي يعني استاد القاهره فول، الاستادات الثانيه ودي ظاهره برضو من ظواهر البطوله، بس ابتدت تتعدل شويه، يعني المباريات الاخيره بالتحديد بقينا نشوف جمهور بعد الدعم والمشاركه، لان كان في حلول كتيره، القوات المسلحه، الداخليه، طلبه الجامعات، شباب الرياضه، الناشئين، يعني في عدد كان ناشئ في مصر، في السويس، في الاسماعيليه، في اسكندريه، الثلاث محافظات دول او في القاهره، ممكن لو احنا ادينا فرصه للناشئين دول، ما ده برنامج تدريبي عملي ليهم. فعلا مشاهده المباراه دي ممكن يكون مشجعي كره القدم مستنيين بطوله تسخن شويه مثلا ويروحوا يتابعوا المباريات، يعني اكيد مع الادوار التاليه هيبقى برضو يعني، خصوصا ان احنا شفنا مباراه الجزائر والسنغال كانت مليانه جماهير المباراه دي. اكيد واكيد هم حجزوا تذاكر المباراه دي عشان عارفين مدى قوه المنتخبين يعني. أكيد. فان شاء الله نتمنى حضور جماهيري افضل واكبر خلال المرحله اللي جايه. انما طبعا وصول مصر الادوار المتقدمه بيساهم في نجاح البطوله من الناحيه الجماهيريه، لان الجماهير بتعمل زخم للبطوله طبعا. ومعيار لنجاحها برضو. طيب ان شاء الله في حاله فوز مصر باذن الله في مباراه النهارده وصعوده كاول مجموعه تتوقع نواجه مين من الاقرب لحد دلوقتي؟ كينيا ولا جنوب افريقيا؟ لحد اللحظه دي كينيا. كينيا، لان الاولويه للمجموعه الثالثه. كينيا عندها بالظبط 3 نقط. هتلعب ماتش بكره او بعده. مع مين؟ كينيا هتلعب مين؟ نبص على كينيا هتلعب السنغال. اي السنغال هتبقى مباراه صعبه. فاعتقد والسنغال محتاجه تكسب. السنغال محتاجه تكسب كده، كينيا مش هيبقى في راسها غير 3 نقط بس. وعلى فكره الثلاث نقط بتوصلك من ضمن التوالي، وارد على حسب المجاميع التانية، خصوصا ان لو غينيا وصلت للنقطه الرابعه هنا يبقى اصبح متبقي ثلاث اماكن. اعتقد محجوزين حتى اللحظه لاصحاب الثلاث نقاط.
اعتقد. بس في بعض المجاميع يعني ممكن يوصلوا لاربع نقاط وخمس نقاط كمان، يعني عندك بنين عندها نقطتين ده في المجموعه الخامسه، وعندك تونس عندها نقطتين هي وانجولا، برضو دول ممكن يوصلوا للنقطه رقم خمسه. تونس وانجولا من الصعب ان الاثنين يوصلوا للخمسه. هيلعبوا بعض صح؟ هيلعبوا بعض. يعني لسه كلها امور حسابيه، هي حسابات رقميه، لكن هي في النهايه حتى هذه اللحظه طبقا لهذه الحسابات هي كينيا هي الاقرب. لان برضو صعب ان جنوب افريقيا تكسب المغرب برضو. جنوب افريقيا كمان مش تخوف يعني. لا مش تخوف. ادائها لا منتخب عادي. منتخب عادي جدا. منتخب عادي. ايا كان اللي عايز يفوز باللقب يقابل اي حد، بس برضو الافضل ان احنا ما نقابلش السنغال بدري، عشان كده مهم قوي ان احنا باذن الله نكسب النهارده او نتعادل على الاقل تقدير. صح ان شاء الله. انا واثق ان لا يعني ان لعبتنا قادره ان شاء الله انها يعني ان لم تردنا من ناحيه الاداء فهي على الاقل ستردنا من ناحيه النتيجه في التاسعة مساء اليوم ان شاء الله. طيب بخلاف بقى منتخب مصر ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق في مباراه النهارده، البطوله بشكل عام بالتحديد المنتخبات اللي لفتوا نظرك بشكل كبير جدا واللي انت متوقع استمرارهم قولا واحدا يقينا هم الجزائر والمغرب. بالجزائر والمغرب. الجزائر والمغرب. انا مبسوط. السنغال فريق قوي بس اتغلب في الماتش الثاني. اتغلب في الماتش. لا منتخب تقيل برضه الجزائر، وارد اي حد فيهم يخسر. حلو طالما ان المواجهه حصلت وان التفوق للجزائر اكيد ان انا هعمل افضليه شويه للجزائر. السنغال انا بحطها مع فرق زي الكاميرون زي كوت ديفوار زي غانا زي تونس، زي كل الفرص متاحه بالنسبه لها، بس كأداء راسخ لازم تحطهم في الكاتيجوري ايه اكيد يعني الجزائر والمغرب اكيد طبعاً. الاقرب منهم بقى اللي ياخد اللقب من وجهه نظرك مصر ان شاء الله. ان شاء الله. لكن مصر. انا وكل ده بيبقى غيره على منتخبنا. عاوزين تبقى احسن. الأداء ده. عاوزين منتخبنا احسن. عاوزين اداء اقوى. عاوزين ان احنا بنصدق نفسينا ان هو الاداء هيسخن مباراه بعد اخرى. كنا بنتوقع ده في مباراه الكونغو، اليوم نتوقعه في مباراه اوغندا، وانا اتمنى الا يطول انتظارنا من او تتطول توقعاتنا كثيرا يعني. احنا عاوزين نشوف صوره مغايره لفرقتنا بالتحديد يعني. لمنتخب مصر وفيما يتعلق بالجمهور اللي بيحضر المباريات، هل شايف ان الجمهور لازم يبقى دوره اقوى من كده شويه، خصوصا ما بنسمعش بيشجعوا، ما بنسمعش المؤازره بتبقى قويه، الكل قاعد بيتمتع بالمباريات رغم ان الاداء مش جيد، لكن بالتحديد في مباريات مصر هل مطلوب امور معينه من الجماهير المصريه تحاول تقولها لهم من خلال شويه تنظيم، شويه ان يبقى في قواعد تفاعل مع الحدث. انا شايف ان فرقتي محتاجه المسانده في اللحظه دي. يبقى لازم بالعكس ده لا قدر الله لو منيا مرماك بهدف ده بيبقى اكثر احتياج للجمهور في الوقت ده. محتاجه تنظم نفسها، محتاج يبقى في قائد للمجموعات، محتاج يبقى في هتاف واحد شعار واحد ده كلمه مصر 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 لو ترددت بس في اللحظه والتوقيت المناسب كافيه. احسن من كلمه شد حيلك يا بلد وبتدي معنى ان احنا مش كويسين، لكن بتهبط من كفايه كلمه مصر شوية. كفايه كلمه مصر انها تتردد لل 70 ولا 80 الف اللي محاضرين في الاستاد بهدف واحد بمضمون واحد في لحظه واحده، دي كافيه جدا ان هي ايه تستنهض همم اللاعبين. نتمنى ان الجمهور يكون واعي وفاطن ان هو امتى يلجا لهتاف مصر ده في البدايه، في بدايه المباراه، في اللحظات اللي انا بشوف فيها تراجع لاداء لعبتي سواء البدني او سواء الخططي او سواء المهاري. في اللحظات اللي انا بشوف فيها المنتخب بتاعي مضغوط او لعبتي مضغوطه، لما بلاقي ميس باس كتير، كل ده اللحظات اللي انا محتاجك فيها كجمهور مساند وحاضر في المدرج ان انت تساند فرقتك وتكون على كلمه واحده واحسن هتاف مصر. طبعا ممكن يكون المنتخب مش محظوظ شويه في البطوله دي، وده ممكن بيتمثل كمان بخلاف ازمه عمرو ورده وخلاص قفلناها. اصابه جنش طبعا. اصابه جنش وده حظ سيء جدا لا قدر الله. لو شناوي قدر الله في سيناريو مرعب، في سيناريو مرعب قدر الله مثلاً يعني. ان ايقاف حارس او اصابه حارس. ايقاف حارس او اصابه زي ما حصل مثلا في بطوله الجابون، شفنا الحارسين شريف اكرامي واعتقد كان احمد الشناوي الاثنين اصيبوا مره واحده. بالظبط فاصبح ما فيش الا الحضري، هو محظوظ الحضر. مفيش فايده. فكانت النتيجه ان احنا بقينا نلعب بحارس واحد وحارس مصاب موجود على الدكه. فلا قدر الله لو حصلت اصابه او حصلت لا قدر الله او حصل ايقاف، هيبقى منتخب مصر في ورطه، لان هنا
هو طبعا كل الاحتياطي بيشارك على دكة البدلاء، لكن في كل الأحوال إذا تم الاحتياج هيكون الاحتياج للاعب لحد دلوقتي لم تكشف المصادر منه ولا في الظرف بقى هتشوف مين الممكن بس لا قدر الله يعني مش عايزين نتعرض للظرف ده لان الامور هتبقى صعبه جدا جدا يعني واحنا مش اللي انا اعرفه انه اكتر واحد بيقف حارس مرمى يمكن مروان محسن والله هل هيجي من من من, من راس الحربه ليتولى حراسه المرمى اتمنى لان نشاهد هذا المشهد يعني نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني المصري في مباراته اليوم وهي مباراه اكيد غايه في الاهميه بالنسبه للمنتخب يا دكتور انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا انا سعدت باللقاء بيك ودايما بسعد بيك يا انا اسعد طبعا بشكرك شكرا جزيلا ده كان لقائنا مع الدكتور ابراهيم داوود مدير تحرير جريده الكره والملاعب واتكلمنا في امور كتير جدا بتخص البطوله نفسها الجانب التنظيمي وفيما يتعلق كمان بمنتخب مصر خليني اقول لحضراتكم سريعا النتائج حتى الان في المباراتين اللي بيتلعبوا غينيا بروندي 2-0 لغينيا مدغشقر ونيجيريا 2-0 مدغشقر النهارده بالليل باذن الله الكونغو مع زيمبابوي الساعه 9 في المجموعه الاولى بجانب مصر واوغندا في نفس التوقيت بالتالي كل التوفيق والدعوات من المصريين للمنتخب الوطني المصري ان احنا نشوف باذن الله اداء جيد الاهم ان احنا نشوف نتيجه جيده لان الاكثر اهميه هو احتلال صداره المجموعه وانهاء هذه المرحله كمتصدر للمجموعه بتاعتك بالتالي تتجنب مواجهه الكبار مبكرا هتواجههم بس كل ما يبقى الامور متاخره شويه كل ما انت تبقى جاهز بشكل اكبر كل ما انت يبقى عندك تركيز بقدر اعلى اكيد نتمنى ودعواتنا كلنا باذن الله المنتخب الوطني المصري النهارده في مباراه اوغندا الفوز او على الاقل تقدير تعادل باذن الله نشوف اداء جيد ونتمتع بمباراه النهارده ان شاء الله ما تنسوش الساعه 9 مساء اكيد مش ناسيين دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده استنونا وحلقه جديده بكره ان شاء الله نكون بنبارك فيها المنتخب مصر الى اللقاء